في هذا النقل المباشر من طرابلس في هذا المكان الأثري يلي عم نتابع حالات إنسانية اجتماعية وعم نضوي أيضا على جمال هذه المدينة الساحرة جدا. رانيا معنا حالة جديدة، تفضلي لإلك الحالة. معنا حالة جديدة، حالة عمر. عمر قد ايه عمرك؟ 10 سنين. عمرك طلعوا منيح بعيونه لعمر، نحن كلنا عم نشوفه لعمر بس عمر مش قادر يشوفنا، ما هيك؟ صح، بس عمر بدق على كذا آلة موسيقية، على شو بدق عمر؟ كمانجا. كمانجا؟ بيانو. شو كمان؟ دربكة. دربكة، اسم الله عليك، أنا فنان متنوع. ليه ما معك اليوم؟ قلت لي عندك حلم إنه تشوف مين، أو إذا الله عطاك الأمل وتشوف، مين أول شخص حابب تشوفه؟ أمي وأبي. أوف. عن جد؟ نعم. ومين؟ قد عمرك قلت لنا؟ 10. وكيف أول ما خلق كان عنده هالحالة؟ كان معه مية الزرقاء. وياخذوا مستشفى لمستشفى. صغير. ايه كان عنده، كان عمره 4 سنين، صار 6 سنين عم بعطي فيه المواضيع. ياخذوا ويجيبوا وتعلموا فيه. وما بقولها غير الله يسامحهم، شو بدنا نعمل؟ الله بياخذ حقه. ألا؟ نعم. عمر بده يحكي للناس لحتى هن يساعدوه اليوم، شو بدك تقول لهم؟ بتعرف قد ايه في كثير ناس، ملايين من الناس عم بشوفوك اليوم. شو بدك تقول لهم؟ في ناس كمان مسافرين برا لبنانية، وفي مغتربين، وفي ناس من غير بلدان. شو بدك تقول لهم؟ عمرك 10 سنين اليوم، شو بدك تقول لهم؟ طلع ايه، طلع. انا ابن عمي كمان اعمى كثير بحبه، كمان بيدق على كذا آلة موسيقية وخاطب اكثر منه وكثير ذكي. شو بتحب تقول للعالم اللي عم يسمعوك؟ تفضل عمي. ايه شو بدك انت هلا؟ ما تستحقوا. بدك تعمل العملية؟ ليه؟ بصح اذا عمل العمليه؟ بصح اذا عمل العمليه. انت مستعد؟ خايف شيء من العمليه؟ لا مش خايف. قلبك قوي، برافو عمر. كيف تتخيل ماما انت اليوم؟ كيف بتقول ماما شكلها؟ كيف تتخيل ماما؟ هو شاب حلو يعني، اكيد امه حلوه كمان وهي كمان. شو عمر عندك امل؟ ايه كبير، يلا ان شاء الله. عم يجينا انباء هلا. شو هي رانيا؟ خبرينا شو الانباء اللي عندك اياها. خبر سعيد، اذا بدك امل يعني جديد. يعني عن جد يعني ما بعرف اذا قادره بعد احكي على هالحالات اللي عم نشوفها. كمان وصل لها خبر، يعني شو ما نقول شو ما نقول سفير الامارات. يعني رجيت معنا وتعرفت على هدول الجماعه يلي عن جد بيكبر قلبك فيهم. مش عم نشكرك سعاد السفير، يعني انسانيته فوق كل اعتبار. دكتور حمد الشامسي يعني بدنا نشكرك من قلبنا، اكيد عمر بيشكرك. قد ايه قلبه على لبنان؟ مش عم نعمل هلا مجاملات، قد ايه قلبك على لبنان سعادتك؟ نشكرك على كل هالمبادرات اللي عم تعملها، عم ترجع تعطي امل كبير 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 جدا لعمر، رح يتكفل بجزء كبير من العمليه. الفايل كله كله هلا؟ كل الفايل رح ياخده، رح بيتكفل ويوجهوه لأهم الأطباء ويعملوا له أحسن عملية لحتى يقدر يشوف أمه وبيه. تذكر السفير حيتكفل بكل مصاريف العملية. خذ الميكرو وتشك. قل له ثانك يو دكتور حمد. شكرا دكتور. ثانك يو دكتور حمد. دكتور حمد. دكتور حمد. إذا رجع الأمل لعائلتكم والحلم حيتحقق إذا الله راد، ويشوف أمه لأول مرة. شكرا. يا ريت المشاهدين فيهم يكونوا معنا هون ويشوفوا كل هالوجوه يلي عم تضحك وتتبسم وتبكي بذات الوقت. يعني أنا عم جرب أتمالك نفسي، لأنه في كثير من المشاعر قلبنا عليهم وهنا قلبهم علينا وأملهم فينا. نحن صيت الوصل عم نوصل هالأصوات، بس عن جد يعني رح ننفجر. يعني أدمنا الحالات هيك. بدي أقول لك شيء، على يعني عيونه اللي ما عم بشوف فيهم عمر خلى كل الناس تفتح عيون قلبها لحتى تساعد. عمر انت كلك خير وبركه، وانت النور بحد ذاتك. انا بدي بوصف كثير كثير كثير، وانا رح اتركك مع الاء لحتى تنسقوا كل الامور اللوجستيه مع دكتور رح اكون طبعا معك بعض لحظات ايضا بحالات جديده. عنا بعض حالات وعنا بعض متمنى ايضا برجع بقول من المغتربين اللبنانيين يلي كانوا حابين كثير يكونوا معنا في هذا العيد، ولكن فيكم تعيدوا يلي بحاجه اليوم لعده مساعدات، ومنها اليوم سمعنا انه السفير الاماراتي قدم ايده ليساعد عمر ويشوف امه لاول مره في الوقت القريب. شكرا لكم، بنتابع مع رانيا اذا. ثانك يو.
لكن بنرجع نحن على الهواء، رح نحكي كمان عن الامور الطبيه مع دكتور سليم ابي صالح نائب اطباء الشمال وطرابلس، مع دكتوره رولا ديب نائبه اطباء الاسنان ايضا، ومعنا السيد عبد المنعم مرحبا يلي رح بيحكينا عن جمعيه تراثي تراثك والمساهمه، ورح نحكي شوي عن المغتربين بما انه السيده جمانة شهال موجوده كمان بفرنسا. خلينا نبلش شوي بالشق الطبي، نحكي شوي عن يعني اللي عم نشوفه اليوم هو من نطاقكم بحت، يعني كثير مشاكل صحيه عم بتكون يعني موقفه حياه كثير من الناس، شو بنقول دكتور؟ مساء الخير لكم، اهلا وسهلا فيكم بطرابلس. شكرا لك. ينعاد عليكم، نتامل انه ميلاد المخلص يكون امل لنا بميلاد وطن جديد بيستحقه شعبه. ما بنشوف فيه هذه المعاناة اللي عم نشوفها يومياً نحن كأطباء بمجتمعنا سواء بطرابلس أو برات طرابلس بكافة المناطق اللبنانية، معاناة عم بنعانيها بسبب كتير بسيط، هو سوء إدارة الدولة لملفاتها من ضمنها الملف الطبي اللي هو للأسف بيعاني من مشاكل كتيرة عم بتودي لهيك كوارث. فينا نقول من ضمن هالمشاكل يعني أهمها هو ضعف الاعتمادات المالية. الدولة اللبنانية بتخصص لوزارة الصحة 3.8% من موازنتها، بينما حسب منظمة الصحة العالمية يفترض تكون فوق 15%. جمهورية تنزانيا الاتحادية عندها 18.5% من موازنتها بتصرفها على الصحة، لبنان 3.8% فقط. يعني أول شيء بيطالبوا فيه الناس طبابة. طبابة طبعا، حق الإنسان، الحق الطبيعي هو الطبابة والعلم والسكن. نعم. الطبابة مثل ما شفنا المواطن اللبناني منه عم يتمتع فيها مثل ما لازم بما يتلائم مع بس دكتور يعني في كمان المراكز الصحية، في كمان يمكن بعض الأطباء، يعني اليوم شفنا حالات كثيرة يمكن ولا طبيب أنه حتى تبرع بأنه يكون ولأنه عم يخصم من سعر العمليات، يعني التجميل كأنه معتبرينه أنه هو تجميل هيك يعني بس للشكل، ولكن هو تجميل عم بيخلي بنت عمر 10 سنين تفكر أنه تنتحر وجربت تنتحر، يعني هون حالة صحية 100%. كمان الأطباء مش كتير عم يتجاوبوا مع الحالات اللي عم بيشوفوها بهذا الموضوع. مع بداية الأزمة أصدرنا تعميم لكافة الأطباء ضمن نقابتنا بمراعاة أوضاع المرضى، وكان في تجاوب كتير واسع من قبل جمهور الأطباء بهذا الموضوع. أصلا من السنة 75 نقابة الأطباء بلبنان، نقابتين بطرابلس وبيروت، ما بقى عم بتشدد بتطبيق القانون لجهة التعرفة الطبية، بحيث أنه نقابة الأطباء بتحط الحد الأدنى. نعم. ممنوع النزول تحته مشان ما يكون في مضاربة غير مشروعة. من بداية الحرب الأهلية بال 75 هذا البند بتطبيق بقوانين تطبيق المهني منا عم بنطبقه أفساحا بالمجال قدام الأطباء مشان تكون عم بتراعي الظروف المالية والاقتصادية. بس عم بيكون على يعني سيف ذو حدين، يعني عم تعلى كتير الأسعار كمان. طبعا في أطباء بتعلى، بس معظم الأطباء عم بتراعي ظروف المرضى بشكل انه في يقول انه اكثر من 80% من الاطباء عندهم ما لا يقل عن 25-30% من ممارستهم عم تكون شبه مجانيه. نعم، بس اليوم كمان في المستوصفات او هي المراكز الصحيه قد عم بيكون في تواجد للاطباء بشكل شرعي وقانوني بهالمراكز هي، وقد ايه في مراكز يمكن في عليها علامه استفهام؟ هذا ملف كبير وشائك، وسبق كنقابه اطباء بطرابلس قدمنا اخبار للنيابه العامه ولوزاره الصحه ولوزاره العدل وللاجهزه الامنيه عن وجود مراكز رعايه صحيه اوليه غير شرعيه. هذا الملف هو اللي يفترض يكون من الملفات الأساسية بالسياسة الصحية بلبنان بكل أو بأي مجتمع. الرعاية الصحية الأولية هي اللي بتجنبنا أنه نوصل لمراحل متقدمة بتطور المرض. نعم. للأسف هذا الملف السي ضعيف بلبنان، الاعتمادات المالية له جدا مخجلة
أرقام جدا هزيلة ما بتغطي، عدا عن إنه عدد المراكز المرخصة من وزارة الصحة قليل كتير بالنسبة ل يعني عدد السكان الموجود، خصوصا بالمناطق المكتظة سكانيا مثل طرابلس بيروت والمدن الكبرى. ما عم نحكي عن الأرياف اللي في أقضية بكاملة مش موجودة هذه مراكز الرعاية الصحية، إنما العناية الصحية بتعتمد على عيادات الأطباء الخاصة، وهذه شغلة أكيد مش مزبوطة. هام بالمنطقة مثل ما كل الأطراف بلبنان، منطقة بعلبك الجنوب بالأخص بمنطقة طرابلس وعكار، إيه بنعاني من المستوصفات العشوائية الغير مرخصة اللي فيه يقول عنا أنها هي دكاكين منا مراكز صحية، عدا عن أنه غير مؤهلة كبناء وكمستلزمات، عم تلجأ إلى الاستعانة بأطباء غير لبنانيين، أطباء مش مسجلين بنقابة الأطباء، يعني ما بيستوفوا شروط ممارسة المهنة، عدا عن انتحال الصفة. اكتشفنا حالات أنه في ممرضين غير لبنانيين يمارسون المهنة كأطباء وبيوصفوا أدوية و... طب اليوم الدور لمين؟ يعني متابعة من وزارة الصحة ما في، كان معنا نائب المحامين، يعني مين اليوم بده يتابع هالموضوع؟ كيف يعني هيك؟ هذا الموضوع هو برسم الأجهزة القضائية مثل ما هو برسم وزارة الصحة مثل ما هو برسم الأجهزة الأمنية. سبق لأننا قدمنا بإخبارات للأجهزة المعنية تم إغلاق بعض المستوصفات، ترجع تاني يوم تفتح، بس في أعداد قلت لي بتفتح بغير محل، لا وبترجع تفتح بنفس الأماكن. حلو. يعني بدكم بعد الهوا بعطيكم أسامي مستوصفات، أكيد رح تعطينا أسامي ورح نوجهك للشخص المناسب لهالموضوع. في أحدهم رئيس بلدية طبعا، فتح ثلاث مستوصفات غير شرعية لأنه بيقدر يعني يتصرف بالوراق بشكل، يعني اللي بيقدر يخالف القانون يعني أكيد في حدا حامي بالدولة واضحة. دكتور رولا قلتي لي أنه كمان نفس الموضوع عند أطباء الأسنان. أول شيء ينعاد عليكم ميلاد مجيد يا رب، وإن شاء الله بزمن المحبة للي هلا بنعتبره بأيام العيد الميلاد يكون زمن محبة ونور على لبنان اللي نحن كلنا منحب نعيش فيه، وخصوصا على طرابلس اللي صار لها سنين سنين مهمله وفيها اوجاع كثير كبيره، واللي ارجت بمده هالشهرين انه طرابلس هي فيها روح المحبه. نعم. ووجه التاريخي والحضاري للي ما كان حدا شايفه قبل. من هالوجع من اللي موجود بطرابلس كمان في وجع عند الكل، مثل ما هلا شفنا الصبي الصغير اللي عم بيعزف كذا آلي ومش قادر يشوف وبيتمنى يشوف وجه اهله ليرجع، يعني هيدي الشيء بيأثر كتير، وإن شاء الله الكل منقدر يتعالجوا خصوصاً بهلأ اللي عم ينعمل بطرابلس. نحنا بالأطباء عنا كتير مشاكل، وللأسف عنا مثل ما تفضل وقال النقيب، نحنا كأطباء سنين عنا أطباء غير الشرعيين للي موجودين، بس مش من هلأ، صار لسنين وسنين الموضوع. لبنانية؟ في لبنانية كتير قليل بالأطباء الغير الشرعيين، بس في أطباء ما معهم مزاولة المهنة، إذن مزاولة المهنة عم أحكي كأطباء مش كانتحال صفة، وما معهم الكولوكيوم ولا منتسبين للنقابة، وغير شرعيين وأجانب فيني أقول من إن كان من كل الجنسيات موجودين على الأراضي اللبنانية وخصوصا بالشمال إن كان بطرابلس أو كان بعكار أو غيرها، وعم يشتغلوا أو فاتحين من دون أي معايير من الوقاية على صحة المرضى، يعني فيهم ينقلونا الأمراض بدل ما يصلحوا ينقلوا الأمراض من مريض لمريض. هيدي عنا مشكلة تانية، عنا المستوصفات مثل كمان ما قال مش كذا مشكلة بالمستوصفات. المستوصفات أول شيء فيها أطباء عم يشتغلوا فيها ما لهم حق يزاولوا، ومراكز تابعة لوزارة الصحة، وهالمراكز التابعة لوزارة الصحة اتصلنا صار في اتصال ومبعث لوزارة الصحة ومشكورين عليهم انه سكروا او منعوا هالاشخاص يشتغلوا بالرعاية الاولية للي تابعة لوزارة الصحة، بس للأسف انتقلوا لمنطقة تانية
وبكل عين وقحة أنا بقول اشتغلوا بغير مطرح مع أنه كان منعتهم وزارة الصحة يشتغلوا هون. وين المراقبة من هالمراكز اللي منعون يشتغلوا هون عم يشتغلوا بغير مطرح؟ نعم رح خلي هالموضوع شوي ستاند باي لأنه معي زميل رياض طوق يلي توجه لعنا لأنه كنا من الصبح عم نتواصل معه لحتى بس خليني قبل أحكي مع الأستاذ عبد المنعم مرحبا لحتى يخبرنا شوي عن الجمعية جمعية تراثي تراثك كيف عم تشتغلوا لمساعدة تراث طرابلس ومن الخارج ومن الداخل أيضا. أول شيء كلامه أنتم بخير وميلاد مجيد للجميع. نحن جمعية الحفاظ على تراث طرابلس تأسست سنة 2009 بباريس. نعم. ونحن أول جمعية بالعالم تعنى بتراث بطرابلس من خارج طرابلس. بما أنه في اليونسكو موجودة بباريس كان في تواصل بين الجمعية وبين اليونسكو لهال التحفيز عن التراث بقلب طرابلس. طبعا نشكر أول شيء رئيسة الجمعية جمانة شاهل تدموري على هال فتحت لنا المجال بقلب طرابلس الضوي على أشياء تراثية كانت مهملة. أولا كانت من 4 سنين كان في عنا نشاطات بخان العسكر يلي أول مرة افتتح بنشاط كبير الأيام التراثية 3 أيام وراء بعضهم بتكون بأيار. وكان عندها كمان نشاطات بقلب المدارس الرسمية 2 ساعة تعليم بالمنهج الرسمي عن تحفيز عن تراث للشباب والولاد مشان يعرفوا شو قيمة التراث. مد هذا المكان كمان من أخص يلي كان له مبادرة مشكورة فيها دكتور طه بزرباشي هو والدكتورة جمانة شهيل اختاروا هذا المكان مشان يكون فيه نهار طويل وشفنا الحالات يلي الحقيقة تدمع القلوب عليها. نعم ساعدونا مشكورين أكيد وأكيد أنا بدي وجه تحية للسيد جمانة لأنه عم تشتغل كتير مع المغتربين لحتى يكون في كمان تعاون ومساعدة لأهالي طرابلس. بدي أشكرك أستاذ عبد المنعم مرحبا وبدي رحب بزميل رياض. تفضل أستاذ رياض. يعني بدنا نشكرك أول شيء لأنه جيت خصوصي على طرابلس لما عرفت أنه فيها الأدى مشاكل. أهلا وسهلا فيك. ينعاد عليك. ينعاد عليك رانيا. كنا عم نسمع سوا يمكن الحديث عن الفساد بالمجال الطبي بطرابلس. تقدموا بإخبار مثل ما قلنا الدكتور ولكن بعد يعني ما في حلول وما في تحرك. شو يلي عم بيصير رياض وأنت عم بتتابع ملفات الفساد بلبنان وليه عم بيصير فيها هالقد إهمال أو هالقد تغطية على الموضوع صح؟ بس نقيب لو سمحت الأخبار لمين قدمتوه؟ أخبارات قدمناها لوزارة الصحة وللنيابة العامة عن مستشفيات أو عن مستوصفات. مستوصفات غير شرعية مش مستوصف حتى عن مستشفى حد بجانب نقابتنا بعيد عنا كذا بناية في مركز صحي بيعمل عمليات كاملة وقدمتوا للنيابة العامة هو غير البشائر مركز البشائر طبي. قدمت اخبار للنيابه العامه الاستئنام فيه بالشمال. نعم نعم وما اتاخذ ولا اجراء. يعني ما لي عين اقول لك شو قال بوقتها انه هذا موضوع اكبر من هيك. كان الجواب للنائب اللي قبلي هذا اكبر مني ومنك وما فينا نحله. الجواب بالنيابه العامه كان انه هذا موضوع كبير. موضوع كبير. هلا على كل النيابه العامه الاستئنافيه في القاضي الرئيس نبيل وهبي هذا من الرئيس نبيل. لا هذا قبل هي بال 2016. طيب حدا رجع تابع معكم؟ اي طبعا تابعنا القضاء عم ياخد اجراءات ولا لم يتخذ اي اجراء؟ بتغلق المراكز بينغلق اليوم بيرجع بينفتح تانية. حقيقه في شغله رانيا عم بتصير يعني نحن بالاخبارات يعني اخر شيء صارت شغلتنا انه نقدم اخبارات بس لحد هلا بيعطي نتيجه. هو لازم يعطي نتيجه. طيب في شغله الناس ما عم تستحي في وقاحه بالفساد وبتغطيه الفساد. طرابلس يعني اللي شفناه اليوم أقل دولة بتحترم نفسها تشوف هيك مشاهد بعاصمة عاصمة الشمال طرابلس والمدينة الثانية بعد بيروت.
يعني هاي بتسقط أنظمة مش حكومات فقط. القضاء عم يتعاطى بذهنية، خليني أقول ذهنية مش خاطئة فقط، متآمرة ومتواطئة. من بعد 17-20 بلش القضاء يحس شوي، وصاروا القضاة الأوادم يبينوا إلى حد معين، بس ما بيتحاربوا أكتر من الباقيين. عم يتحاربوا بالضبط. في عنا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الناس كلها عم تشهد له إنه آدم، ولكن ما بيكفي، لأنه في يلي ممسكين معلش مضطر أحكي هالحديث، ولو بيقولوا الناس هذا تحريض على القضاء أو تشويه بسمعة القضاء، في قضاة متآمرين وبالقضاة الممسكين بالمفاصل الأساسية متواطئين مع الفاسدين ومع المرتكبين. كل مرة بيتقدم أخبار بتلاقى 100 حجة و100 فتوى و100 علة لتضل الارتكابات. بس اليوم دوركم بالإعلام رياض يعني دور كتير مهم، يعني ومن خلال برنامجك كمان عم نشوف ملفات عم تنفتح يعني بوابة على مصراعيها، وعم بتلاقي نتيجة اليوم بهالموضوع. ممكن نقدر نشتغل على هالموضوع معك بالأم تي في كمان؟ هلا نحن حكينا بالأم تي في وقت الفتحنا، قررنا نفتح هذه الملفات ومن دون خجل. وخليني أقول كمان نحن كسلطة رابعة بدنا ناخد دورنا أكيد، لأن السلطة السلطات الثلاثة أنا برأيي السلطة التنفيذية والتشريعية تعبانة حالتهم، سلطة تنفيذية ما عم تشكل حكومة، تشريعية معطلة، سلطة قضائية منتأمل فيها بس ما قادرين نراهن عليها 100%. هلأ دورنا بالضغط على السلطة القضائية تحديدا لتقدر تلعب دورها، هذا هو الأساسي. بينما كان صار في استقلالية قضائية بدنا نجرب نعول على الموجود. بموضوع طرابلس باللي سمعناه هلأ من النائب، ما بعرف لحد هلأ كيف القضاء ما أخذ إجراء، ما بعرف هلا على ذمة النائب انا مش متابع الملف. بس رياض يعني كمان الدكتور رولا، بس لو سمحتي بترجع يعني كمان عن الاطباء يلي ما عندهم رخص، الاطباء اللي مش عاملين كولوكيوم، والاجانب اطباء نحن عندنا كذا مشاكل بهيدا الموضوع. الاطباء الغير الشرعيه الموجودين، انا قلت لهم اخر شيء اخر ولايتي ما بعرف رح كون نائبي للاطباء الاسنان بطرابلس او رح كون نائبه اطباء الاسنان للاجانب، قد ما عددهم رح يفوت عدد الاطباء اللبنانيه يعني اللي هن منتسبين للنقابه. طيب ما حدا عم بيوقفهم عن العمل؟ انا رح اقول لك بصراحه، بعثت فيني اقول من الاذن من الجمل اذنه، بعثت ملفات لوزاره الداخليه لوزاره الصحه لقدمنا دعاوى، وانا بقول لما الدعوه والقانون بيكون بطيء بيكون ما في عدل ساعتها وما عم ياخذ مجراه بهيدا ما عم ينبت. صار في تسكير لبعض الاطباء لبعض الاطباء الغير شرعيين، وخصوصا التليفونات اللي نحن عم نجريها كل يوم للي نحن عم نتصل فيهم يوميا ليقدروا لنحط ضغط عليهم ليسكروا عياداتهم ونجبرهم، لأنه في لبنانية عم يشغلوا عيادات، بس في وقاحة مثل ما قلت بيتسكر من مطرح بيروح مطرح تاني. دكتور رولا يعني كنا عم نحكي كمان عن المراكز التجميل، مراكز أيضا التجميل اللي هي شيء كتير يعني هيدي فضيحة أنا بالنسبة لي على التواصل الاجتماعي، في محطوط بكل وقاحة وبكل فضيحة أنا بالنسبة لي عمل ضفير وحواجب مع تبييض للأسنان، ونحن يعني هيدي مهنة طب وإنسانية، نحن مش فيها أوكي ميلة استيتيك بس نحن إنسانية بهالقد حطتها. وتوجهنا للمحافظ، بعتنا رسالة وبعتنا تفسير لكل هيدا، ومناطرين المعنيين. طيب المحافظ شو كان جوابه؟ ياخدوا، اتصلت فيه وبعتت له قال لي بعتينا الفايل، وبعتنا الفايل بهيدا الموضوع. شو كان الجواب؟ وناطرين المعنيين لهلا والمسؤولين ياخذوا. شكله ما في جواب. دكتور انا حابب والله حابين نساعدك. لا عم بقول لك ناطرين، بس حابين نعرف من اي متى يعني تلاقي شو ناطرين. انا هيدي انبعثت تقريبا من جمعتين ونص، هيدا الملف انبعث من جمعتين وبعد ونص. وبعد محافظ الشمال ما رد لكم خلص؟ بعد ما وصلنا جواب لهيدا الموضوع، بعد هيدا الموضوع. ما هي المشكله يعني انه موظفين الدوله الموظفين الاساسيين المحافظ وغير المحافظ، اذا ما كان في طلب سياسي من مرجع سياسي للأسف ما حدا عم يتحرك. شغلة مثل يعني هيدي اليوم القضاء يعني معنا بشكل مباشر بتحول طب التجميل إلى مسلخ بالحالات يلي عم تحكي عنها الدكتور. نعم. وبالتالي مش من المسموح
إن كان المحافظ أو إن كان القضاء، يعني هذا الحديث ما في داعي تقدم أخبار بفايل مكتوب بالورقة ومحامي. قديه اليوم المحافظ مسؤوليته نسبة للقضاء، يعني كمان يعني اليوم القضاء هو المعنى الأكبر صح؟ عنده سلطة بيقدر يبعث كتاب، تقدر تتسكر هيدي. كيف كانوا عم يعملوا بقضية الغذاء واللحوم الفاسدة؟ طيب ما هيدي أخطر من هيدي. كيف هونيك المحافظ عنده سلطة؟ هيدي عدا عن الأدوية الفاسدة وعدا عن المواد اللي في سلطة، ولكن بدها تصار دائما مراجعات سياسية ليتحركوا المسؤولين. نعم، رح منتابع حديثنا وبترككم هيك شوية تتباحثوا بالموضوع. خليني ارجع انتقل لعند آلان شوي. قبل ما نرجع آلان، عندنا حالات جديدة؟ نعم رانيا، بالفعل عندنا حالات جديدة، وطبعا رغم الطقس العاصف ولكن قدروا يجوا بعض الأهالي ليوصلوا هالرسالة لأهلهم بلبنان وفي عالم الاغتراب. طبعا دائما تحية لسفير الإمارات اللي عم بيكون بالطليعة قلبه معنا اليوم. محمود أو محمد بكر عمره 17 سنة، كنت عم تقولي لي بس فيك فرجينا كيف تمشي أنت اليوم من ذوي احتياجات الخاصة، لازم هيك تمشي ما فيك تمشي غير هيك صح؟ أنا شفتك بالساحة من أول يوم بالثورة، كنت دائما موجود عم اتابع طبعا التطورات اللي عم بتصير، واكثر من هيك قلت لي انا ما عندي اي مرحله روح الا للساحه لانه حدا ما كان عم يسمع لي، وزاره او البطاقه الشؤون الاجتماعيه ما عم تساعدني. ما بتساعد، انا بدي عمليتين لحتى اقدر امشي، بدي عمليتين. انا بطلب من اهل الخير يساعدوني، من اهل المحبه انتم اخواتنا ساعدونا لحتى نقدر نمشي على اجري، وبدي دراسه، وبدي ادرس، من حقي اتعلم، من حقي اكبر اتعلم لحتى. اذا مثل العمليتين بتصير انسان طبيعي، شو هن بس فيك تشرحي لنا اخته معنا، شو هن العمليتين ممكن ترجع خيك لحاله طبيعيه؟ محمد خليت معه فتحة بظهره وهو صغير، العمليتين سببت له لوضع كوش بمبولته وبكل شيء لأنه ما بيحس. يعني بده عمليتين شو؟ واحدة بالمبولة، واحدة بالشارج، وبيرجع إنسان طبيعي، بيرجع بيكمل حياته بشكل طبيعي. إذا بتمنى منكم إنه تسمعونا اليوم وتحسوا معنا، إذا فيكم تساعدوا محمد يصير إنسان طبيعي منكون ممنونكم. خلينا ناخد سيدرا يلي كتير بوجه الابتسامة الحلوة. شكرا محمد، هالابتسامة يلي رجعتي لنا أمل جديد، يعني بالفعل يعني شو بدي أقولك، أول شيء يعطيك العافية. أنت اليوم قلتي لي فيك ترجع تمشي كإنسان طبيعية بس بدك بعض العلاجات الفيزيائية صح أستاذ؟ صح. ولما بسبب حالة اقتصادية ما قدرتوا تأمنوا هالعلاجات صح؟ البابا حط اللي فوق واللي تحت كرمال يساعدني. أنا كنت بالأول ما قدر أحرك ولا جزء فيني. كان عندك شلل كامل، بعدين بلشت تتحسن تدريجيا لأنك عندك عزيمة كبيرة صح؟ صح. هلا أنا بطلب منكم تساعدوني لا أقدر أعمل علاجات. فين قلك انه كمان سفير الاماراتي كمان بيودوا انه يساعدك، وكمان في حكيمتين مختصين في هذا المجال اتصلوا فينا اعطيناهم خبر رح يساعدوك ايضا بعلاجاتك. فيك تقولي انه امل بالمشي صار قريب جدا، شو بتقولي لنا؟ شكرا، شكرا كثير، شكرا لك بتعقدي. يلا اذا كمان في حاله كمان موجعه جدا ولكن نحن قادرين نخلصهم. يعني أول شيء بتأسف جداً أنه ما عم نوجه كل هذه المسائل للدولة اللبنانية، هي اليوم على غياب تام، على أمل أنه نشوف تغيرات في المستقبل، ولكن في لبنانيين، في إخوان ببلدان شقيق جداً، شقيقة جداً، حابين يكونوا معنا بهاللحظات الصعبة. تفضل يعني أول شيء عرفونا عن حالكم مدام. أنا اسمي أم محمد مشريف. نعم. أنا بيع بالونات على البحر من المينا، حارتي جديدة حي التنك. أنا عندي بنت ما بتسمع، مرتين ثلاثة كان طرقت السيارة. قلتي لأنه كمان تفضل سوري، هي ما بتسمعني بس نحن بنحبك كثير وشكرا أنك أنت معنا اليوم. هي ما بتسمع بس قلتي لي إذا بنجيب لها الجهاز، إذا قدرتي أمنتي لها جهاز فيها ترجع تسمع بشكل طبيعي. هي عندها جهاز منزوع. نعم. يعني هي كانت تسمع على الجهاز وهي بمدرسة فيستا. نعم. حاطتها عند مدام كاتيا. هلا ده ساعدها بالمدرسه بس ناقصها الجهاز. ايه هالجهاز هذا والاثنين، هي بالتنتين بدها جهاز. ايه وبكلف صدقينك ان شاء الله عم يسمعونا كمان الفاعلين الخير يتصلوا ويساعدوا. معني ما بعرف شو عم تسمعيني ولكن اذا بتقولي شيء للكاميرا، بتقولي شيء للكاميرا شو بتقولي؟ انا بس بدي منه انه يساعدنا شوي لانه انا هلا ما عم بسمع ولا شيء. يعني اذا انا مدرستي ما عم بدي اروح لانه محترمه معنا، فكيف امي عم تروح تشتغل وابي عم يروح يشتغل،
لانه منا بدهم يجيبوا مصاري وهيك. كمان اللي بيوجع القلب كمان ابنه صغير امام عمليه مصيريه جدا، اذا ما بتنعمل ممكن يفقد البصره بعينه الشمال. انت اليوم اذا عم يسمعوك من جميع انحاء العالم، من لبنانيين اخواننا العرب كمان اللي عم يكونوا بالطليعه اذا بدك حدنا، شو بتقول لكل هالناس اللي قادرين يساعدوك يتصلوا في هذا الرقم على اسفل الشاشه ويقدموا خدماتهم؟ شو انت حابب حابب ما تخسر عينك صح؟ وجه النداء لهم. لو يساعدونا. اوكي طلع بالكاميرا يساعدونا ابي ما عم يشتغل. وانت مش حابب تخسر؟ طلعت من المدرسه مشان سيارتهم. لا 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 ما تبكي، طلعت من المدرسه مشان سيارتهم. رح تبكينا معك يعني قد قديش حلو، قديش حلوه انت، كثير حلوه كثير حلوه. قد ايه تكلفه المكان؟ خلص انا قد ايه تكلفه المكان؟ انا عم جرب ضبط حالي. قد ايه التكلفه؟ تكلفه قد ايه حق المكان؟ مش قديش قديش حقهم؟ او مش حاطين حقهم؟ قد ايه تكلفتها يا سيدي؟ حاطين 1300 على كل مكنه. 1300 دولار تنيتهم حق 1300. اوكي لكن السعر منه كثير كبير لنخلي اختنا وعينه صغيره. او 600,000 بس اعتبرها خالصه. 600,000 بس بتغيروا له حياته. لا عن جد اعتبروها خالصه. هيدي الحكي بس هيدا بياكد. بدي اعطيك خبر حلو. في خبر جديد تفضلي رنا. انه مش الحال. مش الحال رح يجيبوا لك سماعتين. اثنين ورح يظبطوا لك عينك الحلوه وما رح تخسرها. حبيبه قلبي في عندي شغله بدي اطلب عليها. اول شيء بدنا نشكر كل المتبرعين، بدنا نشكر كل الناس اللي نحن معودين على ايديهم البيضاء ونشكركم كلياتكم. فعلا عم بيغمروها السعاده، عم بيعبروا عن رايهم بهالطريقه. تبكوا بقى. انا هلا عندي ابني شاب كسر صابعه بالبيت، قاعد بالبيت ما حب يجي معي لانه نحن الوضع يعني مستورين بالبيت مش حالنا، ونحن بنتمنى من اللي بيحب يساعد يساعدنا لانه صوتكم وصل وبنتك متاثره جدا وابنك رح يقشع وابنك اللي كسر ايده بلش بيتعالج من شاف سنين. يعني انا عم نحكي عن بيتعالج بنخدم بنخدم مستشفى هيك رح تطلع على حالته. وبنشكر دائما جنان الموجوده معنا يلي ساهمت كمان بتوصيل حالات مستعصية ايضا الى المستشفى. والنقيب موجود معنا كمان رح نتابع كل هالامور. رح تسمعي ورح اوطي صوتي، انا بيقولوا لي بعيط وصوتي عالي جدا، رح اوطي صوتي ثاني مره. اوكي لكن لحظات بين طبعا فرح. انا رح ارجع عندك ضيوف جداد صح؟ اذا رح نتابع مع رانيا قبل ما اكمل الحالات الموجوده معنا هون. هلا شفتك جنان. فعلا في كمان كثير ناس فاعلين خير عم بيكونوا دائما على الطريق من المجتمع ليساعدوا غيرهم، منهم جنان كثر خيرك على المبادرات اللي عم تقدميها كمان لغيرك. نرجع لرانيا ونتابع هذه الحلقه الخاصه من طرابلس تحت عنوان طرابلس العيد. نحن بنرجع وبما انه عم نحكي عن الشق الطبي بدي ارجع لك دكتور، يعني ليه اليوم هالقد يعني اشياء بسيطه ولازم تكون بمتناول الكل عم بيكون فيها هالقد تعذر بالوصول لها؟ يعني عم نحكي عن مكنه او مكانتين حقهم 1300 دولار او عمليه لعينه لعمر يلي بتكلف 600,000 لما يخسر نظره، يعني هل قد الامور فيها تكون بسيطه؟ وين الاستشفاء يعني بلبنان؟ شو اللي عم بيصير بالمستشفيات وكان بدك تخبرني؟ هذا الموضوع هو بسبب جوهر السياسه الصحيه بلبنان اللي بيعتمد فقط بنسبه كبيره على القطاع الخاص، بينما يفترض انه القطاع العام يلعب دوره. عندنا بلبنان 15% من اسره المستشفيات هي قطاع عام و85% قطاع خاص، وهذا نعم. سيء. لبنان كل عمره هو مستشفى الشرق، عنده كوادر طبية من أفضل الكوادر الطبية بالعالم. يعني اللي اكتشفته أهم أطباء بزراعة النخاع الشوكي بالعالم ثلاثة لبنانيين من عندنا من طرابلس. صحيح موجود من طرابلس. هيدا عم نحكي عن اختصاص واحد. اختصاص واحد بطب العيون كمان، بطب النسائي عندنا أطباء لامعين، بس ما في إمكانيات، مش مفتح لهم المجال أنهم يعبروا عن إمكانياتهم بلبنان وخصوصا بالقطاع الحكومي. يعني مستشفى طرابلس الحكومي له مليارات الليرات ديون على الدولة اللبنانية ما عم تدفع له اياهم، طيب كيف بده يطور حاله هذا المستشفى اللي يفترض هيك حالات تتحكم هنيك؟ كوادر طبية موجودة بس مستلزمات مش موجودة. خبرتني عن حادثة صارت قسم تمييل قلب مش موجود بالمستشفى الحكومي، هلا عم بيشتغلوا تيفتحوا، هذا يفترض يكون موجود من بدايته. فتح المستشفى
مش بكامل طاقته، ضل قسم كبير من الأسرة سنوات طويلة مش قادرين يلاقوا اعتماد مالي ليشغلوا هذه المستشفيات. مستشفى أورانج ناسو التخصصي مستشفى حكومي للتوليد ما بيقدر يشتغل بكامل طاقته لأنه ما في اعتماد مالي لإله، نوصل لعشرة الشهر خلص السقف المالي. وكان في سيدة كانت عم رح تفقد يعني مزبوط حياتها. سيدة أحيل سيدة أول تمبارح أحيلت إلى مستشفى طرابلس الحكومي قسم التوليد بحالة يعني ما بين الحياة والموت بسبب أنه كان في محاولة لتوليدها بأحد المراكز الصحية الغير مرخصة، وبالتالي من قبل مش حكيم، من قبل حدا منتحل صفة، وبالتالي يعني نشكر الله أنه الوعي أنه حالتها صارت حالة كريتيك ونقلوها على المستشفى. نعم. تم إنقاذ حياتها هناك. رياتو من خلال دراستك لكل ملفات الفساد لوين وين الجوهر أو وين هيك أساس المشكل عم بيكون؟ يعني هالتقصير كله بحق المواطن ليه؟ أولا نحن يعني أي دولة لتأمن عيش كريم بده يكون الطبابة والاستشفاء أول شيء. نحن عنا أول شيء بقطاع الصحة في هدر كبير على مستوى الوزارة، على مستوى المستشفيات، المستشفيات الحكومية يلي هو الطبابة تبع الدولة، وقت اللي بتشوفي انه المستشفيات الكبيرة يلي بيملكوها اشخاص ورجال اعمال ويلي بيبقوا بمحل من المحلات ما هو شوفي ملا شبك، يعني اليوم صاحب المستشفى يلي معه مصاري ما قاله مصلحة تمشي المستشفى الحكومية. صح, صح نائب؟ مزبوط مزبوط. والدليل انه المستشفيات الحكومية كانت ينتهي بناء او تجهيزها وتضل سنوات يعطوها اعتمادات مشان تفتح. بالضبط. ولما بدها تفتح كانوا يصرفوا قسم من هالاعتمادات على إعادة تصليحها. يعني خلينا نركز لكان على الشبكة بطرابلس وبعكار وبالمنيا وبالنورين. نائب لكان لنركز على الشبكة كيف ماشي. عندك رجل أعمال عنده مستشفى، الدولة عندها مستشفى، طبعا ساسة البلاد رجال الدولة عنا متواطئين مع رجال الأعمال مثل ما متواطئين مع المتعهدين ليعملوا هن وياهم صفقات بالطرقات، مثل ما متواطئين مع كرتال النفط، متواطئين كمان مع اصحاب المستشفيات، انه انا ما بمشي لك مستشفى بنطاقك بس في الي كوميسيون من المستشفى تبعك محفوظه. هذا وملف عم نكون ملف كبير. صار في قاعده فساد يعني. ايه ما هي شبكه موصوله ببعض. رولز للفساد. هلا في هذا الملف عم نحضره رانيا والنقيب أبي صالح والنقيبة رولا كمان مدعوين يوم الاثنين 30 الشهر على الام تي في بسلسلة لبنان ينطفض بحلقة خاصة بدنا نحكي عن هذا الموضوع وأكثر من هيك. وقت يلي بيجوا مثلا الإماراتيين عم بيمولوا مستشفى بشبعة بيدفعوا عليها 60 مليون دولار بإدارة مستشفى المقاصد، بيطلعوا بيقولوا لهم بعد بدنا فوق ال 60 مليون مليون لما الشيء. طيب يا أخي دافعين 60 مليون بعد في مليون، تخيلي عم بعطيكي مثل صغير، بيروحوا ليشوفوا المستشفى إذا عم تشتغل لأنه مكذبين والستين مليون دولار ما أنشأوا المستشفى بعد، بياخدوا الطاقم الطبي بنيموه بالمستشفيات لوقت بيطلع السفير لا يشرف على المستشفى بيقولوا له هودي المرضى، بس المرضى هن الطاقم الطبي تبع المستشفى. يا لطيف. علم الفساد رح منتابع هالموضوع مع حضراتكم دكاترة مع الزميل رياض. منطلب منك ضل يمكن يجد علينا شيء بعد شوي، هلأ شيء موضوع جديد معك دايما. بدنا نشكرك لأنه كنت معنا اليوم وبتابعوا طبعا هالمواضيع كلها مع الزميل رياض بحلقة خاصة عبر شاشة الام تي في. ودكتور رولا بدك كمان تبقي تتابعي وتخبرينا مع رياض عن كمان طبابة الأسنان قدي فيها تكون كمان اليوم مجانية أو لا. أهلا وسهلا فيكم دكتور سليم أبي صالح، دكتور رولا ديب والزميل رياض طوق. رح ناخد بريك صغير ومنرجع.